اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار ناقدنا الرياضي الكبير واخونا الكبير الحقيقه الاستاذ عصام شلتوت. ازيك يا استاذ عصام؟ العفو يا كابتن، كل سنه وحضرتك طيب الحمد لله. ربنا يخليك. بقى لي سنه كل سنه. بقى لنا سنه صحيح من الاسبوع اللي فات صحيح اخر 12. وايضا ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ خالد الاتريبي. ازيك يا استاذ خالد؟ ازيك يا ابن سلام؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. كله كويس؟ كله كويس الحمد لله. الحمد لله. اعتقد متعب شخصيه محترمه جدا يا استاذ عصام. جدا. ومن الناس اللي حضرتك عشرته سنين 20 طويله. 25 سنه. طبعا طبعا. وهو شخصيه تستحق الاحترام. الجان جلاد الحراس. المتعب ده كرويا، انسانيا عماد متعب من لعيبه الكوره اللي عمره ما تمسكن وعمره ما قام بأي من الأداء اللي يلفت نظر الناس، وبالتالي طول الوقت هو راجل جدع وفي نفس الوقت بيعيش حياة مستقرة وشيك ومحترم، محدش يقدر يقول عليه تلت التلاتة كامل حياته. طيب قبل، لأنه مهم جدا، خلونا نروح لزميلنا وناقدنا الرياضي أيضا الأستاذ حمزة شتوي من المغرب، لأن احنا الحقيقة سمعنا أن المغرب 15 حالة كورونا. 15. تقارير، بعض التقارير قالت هذا الكلام. عايزين بس نطمن على المنتخب المغربي. استاذ حمزة ازاي حضرتك يا فندم؟ وكل عام وانت بخير، يعني ان شاء الله سنة سعيدة جديدة وسعيدة على الجميع. طمنا على المنتخب المغربي وعن صحة هذه التقارير. اهلا بك زميلي العزيز اسلام، واهلا بضيوفك الكرام وبكل مشاهدينا ومتابعينا. اكيد التقارير اليوم زميلي اسلام القادمه من الكاميرون تؤكد على انه هناك اصابات في صفوف المنتخب الوطني المغربي، في صفوف اللاعبين وكذلك في صفوف البعثه، اي الوفد المرافق للعناصر الوطنيه للكاميرون. لكن حتى الان التقارير، يعني حسب الزملاء المتواجدين في الكاميرون والذين حضروا الحصه التدريبيه للمنتخب الوطني المغربي اليوم، يؤكدون على انه ربما اصابتين ايجابيتين فقط هما الموجودين في صفوف المنتخب الوطني المغربي في الخط الهجومي. نتحدث عن اللاعب ايوب الكعبي ونتحدث كذلك عن متوسط الميدان برقوق. بالنسبه للحدادي لاعب اشبيليا، المسحه الاولى جاءت ايجابيه لكن المسحه الثانيه جاءت سلبيه. باقي التقارير التي تتحدث عن اصابه 15 شخص، حتى الان الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم لم تخرج باي بلاغ رسمي يؤكد على انه هناك اصابات، لكن عموما التقارير تؤكد على انه هناك اصابات، منهم اصابتين ايجابيتين وحالتين مؤكدتين ربما في صفوف لاعبي المنتخب الوطني المغربي حسب الزملاء القريبين جدا من بعثه المنتخب الوطني المغربي هناك في الكاميرون. لا، لو جت على حالتين ما فيش مشكله، يعني طبعا نتمنى السلامه للجميع، ولكن بعد ما نسمعنا 15 نسمع حالتين اعتقد ان ده يعني ارحم بكثير، يعني طبعاً. ارحم بكثير طبعاً. يعني من ان احنا نسمع 15 لاعب. ولكن ايضا على سبيل الاصابات، هل بالفعل بدر بنون مصاب او اصيب اليوم في التمرين المنتخب المغربي؟ اكيد هو اولا انا قلت حالتين في صفوف اللاعبين، نتحدث عن اللاعبين، اما الوفد المرافق هناك حديث عن اصابه في الوفد المرافق، لكن لا اعتقد على انه هناك 15 حاله في اللاعبين. هناك اصابتين مؤكدتين، لانه اخوي اسلام انت تعلم وانت سيد العارفين انه الفرق ما بين التقارير الرسميه و يعني التقارير الاعلاميه التي تتضارب هنا وهناك. بالنسبه للاصابات، فعلا بدر بنون تعرض لاصابه لكن تبدو عموما على انها طفيفه. كذلك يوسف المصيري مهاجم نادي اشبيليا الاسباني لا زال يتدرب ويكتفي بتدريب انفراديه لانه راجع من الاصابه. عموما يعني نتحدث عن اصابتين بحاله كورونا، ونتحدث عن اصابه ربما طفيفه للمدافع بدر بانون وكذلك ليوسف المصيري. وهناك تقارير اخرى تؤكد على انه مايي المهاجم الشاب والواعد في صفوف المنتخب الوطني المغربي كذلك اصيب في الحصه التدريبيه ما قبل الاخيره بعد اصطدام مع احد زملائه في المنتخب. بكره مباراه صعبه جدا المنتخب المغربي امام المنتخب الغاني، مباراه ولقاء صعب جدا يا استاذ حمزه. اكيد اولا زميلي الاسلام نتمنى كل التوفيق لاسود الاطلس، والجميل اننا كعرب يعني هناك وحده كبيره. المغربي يتمنى التوفيق للفراعنه، والمصري يتمنى التوفيق لاسود الاطلس، وكذلك التونسي والجزائري، فنتمنى التوفيق للمنتخبات العربيه. المنتخب الوطني المغربي كما قال عميد الفريق غانم سيس في الندوه الصحفيه اليوم التي تطرق المباراه، مباراه صعبه امام البلاك ستارز الغاني. انا بالامس كنت مع الناخب الوطني السابق بادو الزاكي وكذلك رشيد الطوسي في دردشه مع هذين الاسمين الكبيرين، اكدوا كذلك على انه مباراه المغرب غانا
ستكون مفتاح اسود الاطلس في البطوله، لانه الانتصار سيجعلنا نستفيد اكثر من الامكانيات اللي عندنا. اي نتيجه غير الانتصار ولا قدر الله الهزيمه قد تدخل اللاعبين في دهشه البدايه، وانت تعلم على انه دهشه البدايه ياما اسقطت منتخبات كبيره من مسابقات قاريه. لهذا نتمنى التركيز، كل التركيز على المنتخب الغاني، وان نتذكر على انه هذا المنتخب لديه اسماء شابه واسماء لديها الخبره والتجربه، ويبقى من المنتخبات الكلاسيكيه، والامل كل الامل في الانتصار وتحقيق 3 نقاط ستعطي دفعه كبيره للاسود. شكرا صديقي العزيز الاستاذ حمزه شتاوي زي ما حضراتكم عارفين من المغرب طبعا علشان يطمننا على المنتخب المغربي. اذا هي تقارير ليست صحيحه، اصابتين فقط مؤكدتين بكورونا، غير اصابه طفيفه جدا للنجم النادي الاهلي ونجم المنتخب المغربي بدر بنون، وبالتالي ارحم كتير جدا من كل التقارير الحقيقه اللي كنا بنسمعها النهارده طوال النهار على المنتخب المغربي. كل التوفيق طبعا للمنتخب المغربي بكره ان شاء الله امام المنتخب الغاني. كنا بنتكلم عن عماد متعب، لانه صحيح. خلال الايام السابقه الحقيقه عماد يعني دخل عمل معانا مداخله الحقيقه، وكانت المداخله يعني هو كان متنرفز شويه، حتى هو اعتذر عن هذا الامر، وبالتالي شخصيه محترمه حتى لو حس ان هو غلط بيعتذر. مؤكد هي دي تركيبته، عشان كده دايما كنت اقول له عماد انت عايش حياتك ببساطه شديده ومستمتع كمان. عماد مش من الناس اللي تعمل يعني فيها انه كل شيء الحمد لله، يعني عايش حياته شاب ثم ناضج ثم نجم كبير، لم يعتدي ابدا على ايا من تقاليد واعراف لا كره القدم ولا ما تربى عليه في النادي الاهلي. ويكفي ان هو يعني اكتفى بما قدمه مع النادي الاهلي ولم يفكر حتى في الانتقال للامانه يعني. وبالتالي ما حدش يجرؤ غير انه يقول ان عماد متعب بيصعب عليه نفسه بالمعنى الدارج احنا المصريين نقولها، من كتر ما انا شديد التادب مع الناس، حريص على حقوق الناس، بيصعب عليا نفسي. بس ده الحقيقه بعد ما بيفيد بالكيل يعني. دايما عماد ما بيستهوش الخروج للرد كابتن اسلام، وانت عارفه كويس. لكن ساعات بيفيد الكيل كما حدث مع عماد يعني. استاذ خالد، ايضا لما نيجي نتكلم عن دور الرابطه الحقيقه واضح الفتره اللي فاتت ان هو لهم دور جيد الحقيقه، ممكن يتم انتقادهم في بعض الامور، ولكن في النهايه يجب الوصول الى صيغه للتفاهم لانه الرابطه عامله شغل جيد. ده ما حدش يقدر ينكر ده، انا واحد من الناس كنت في الاول بالظبط بنتقد ده، وكنت شايف ان اتحاد الكره لن يسمح ليهم او لن يترك لهم اللجنه بقى المساحه السابقه يعني لن يترك لهم المساحه ان هم نجحوا في انتزاع، وانا اقصد الكلمه انتزاع صلاحيات مساحتهم وصلاحياتهم، قدروا ان هم يبرهنوا ويثبتوا ده على ارض الواقع، سواء في شكل المسابقه، سواء في الانتظام، سواء في التصوير، سواء في امور كثيره. طبعا الحلقه الاضعف في الموضوع كله هو التحكيم، وهم دايما بيعترفوا بده، وده شيء كويس جدا بالنسبه للرابطه ان هم بيعترفوا ان في تقصير من التحكيم، وعلشان هم الحلقه اللي مش تحت ايديهم في اللعبه. عجبني جدا الكلام الايجابي اللي طالع من اتحاد الكره الجديد برئاسه المنتخب طبعا برئاسه الاستاذ جمال علام، انه في تفكير انه ليه لا ما يكونش في خبير تحكيم اجنبي هو اللي يكون رئيس للمنظومه لتطوير المنظومه، علشان طول الفتره اللي فاتت كان احنا جربنا كل الاسماء وكل الاسماء ما احترمنا الكامل، كان في خلاف عليهم. انما انا واحد من الناس شايف ان اسوأ مرحله عدينا بها تحكيميا هي المرحله الماضيه، سواء الموسم اللي فات او الموسم او اللي اتلعب في الموسم ده. فاذا انك تدور على الازمات سواء الرابطه وتحاول تحلها، ويكون في تفاهم في تصريحات ما بين الاتحاد الكره الجديد، انا شايف ان في محاولات للانسجام والتناغم، سواء التصريحات اللي طالعه جديد من اتحاد الكره والتصريحات اللي طالعه من رابطه الانديه، لا بيبين انك ويبين كمان ان الرابطه هتنجح اكتر بالزبط. لانك لما تكون عندك انت بتنتزع صلاحيات مع لجنه مش عايزاك يكون لك دور وتقدر تقدم ده، فلما يكون معاك تعاون مع اتحاد كره منتخب ويكون في رابطه عايزه تعمل ده، اعتقد ان النتائج هتبقى افضل خلال الفتره الجايه ان شاء الله كابتن اسلام. طيب. بس في بعض التحفظات على الرابطه، عشان يعني انا ضد التوقيع على بياض يعني لاي حد، وبالتالي عليهم بقى اذا كملنا على اللي قاله الاستاذ خالد اتربي صديقي الغالي، يعني انهم ينتزعوا ما هو
حق للرابطه، لان احنا وثقنا في انه الموجودين عندهم يعني بيقولوا ايه فيجن على الدنيا، رؤيه على الدنيا. نعم. وعارفين كويس قوي انهم سابوا حاجات ويدوب خدوا بعض الحاجات، لم يستكملوا بعد طريقهم. التحكيم حق اصيل لا تفاوت حوله، فكره لجنه المسابقات بالعقوبات بكله بكله، معرفش التفاوت طال، يمكن كان ده محاوله يعني من اللجنه. عشان كده مطلوب منهم كرابطه ان هم يورونا فرق عمل، ويورونا النموذج الغربي اللي وعدونا بيه، ويورونا ازاي يكون في مسوقين. من انا عارف طبعا العقد لسه مخلصش او العقود لسه، لكن وحتى لو كان نفس الحوار هيكون موجود، انما نحن نريد رابطه حقيقيه علشان تكتمل الحكايه. محتاجين نقول ماشي الحال، هنديهم وقتهم وننتظر النتاج ده. بالظبط كده، ننتظر النتائج افضل من اللي احنا شايفينه كمان، لان دايما كره القدم تستحق الافضل والافضل. استاذ نتمنى أسام. نعم نتمنى، نتمنى ان شاء الله. عايز اخد حضرتك برضو لافتتاح اليوم النهارده، افتتاح بطوله الامم الافريقيه. انا شايفه افتتاح طبعا على راي السيد سفير مدحت المليجي، قال لك ما ينفعش تقارن بالافتتاح في مصر في 2019، لكن افتتاح بسيط جيد يتناسب مع الوضع. يعني كلام رائع من معالي السفير، وده دور مصر انه يخرج سفيرها ممثلها عشان يتحدث عن اشقاء في القاره طبعا. هم يعني دوله الكاميرون، ويقول الكلام ده لانه الحقيقه كره القدم تعطي يعني لدول القاره الافريقيه، يمكن اكتر حتى من امريكا اللاتينيه، ظروفهم الاقتصاديه افضل شويه، تعطيهم الكثير والكثير من روافد الحياه. يكفي ان الجمهور يعرف انه بتضيف مستشفيات وبنى تحتيه، مش بس ملاعب وانتهينا. عشان كده كان الافتتاح بسيط بقدر ما استطاعت الكاميرون ان تقدم. ومن الظلم بل كل الظلم ان حد يربط اي افتتاح في القاره، اي افتتاح في القاره، بما يقدم في جمهوريه مصر العربيه. حيث صح. التاريخ والحاضر استشراقا بالمستقبل. وقد عادت مصر لمنظمه الوحده الافريقيه، ومنها انطلقنا لما خدنا 2019. وشوف بقى استعدينا في 3 شهور، استأذننا أن تكون المغرب مقدمة ملف من عدمه لما رفعت إيدها والكاميرون قالت لن أستطيع، دخلت مصر للتنفيذ. وبالتالي لا، النهاردة لازم نقول لهم شكرا، اختاروا على فكرة البساطة علشان لا يمكن يكون في إبهار وكذا دون إمكانيات طبعا. الدنيا كلها كمان عطلانة اقتصاديا يا كابتن. وبالتالي اللي كان جميل كمان هي فكرة تجميع كل المطربين من القارة، وعنوان حتى الغنوة بتاعة الافتتاح كان لطيف، ان احنا نقف مع افريقيا، وان احنا بالفعل افريقيا نناظر ونناطح العالم بمناجم المواهب. شيء جيد في حدود ما استطاعوا ان يقدموه. تمام خالد، برضو اخذك لنقطة تانية لانه مهم جدا في ظل الاصابات اللي عمالين نسمعها. يعني الحمد لله تاكدنا ان منتخب المغرب إذن اصابتين فقط بكورونا، ولكن منتخب غينيا عنده حوالي 6 اصابات او 7 اصابات بكورونا مؤكدين. منتخب بقيه المنتخبات عندهم برضه، منتخب مصر عنده قبل ما يسافر، ويعني قد يكون ان شاء الله ما بيبقاش في حد موجود بكره وبعده يا رب ان شاء الله. لكن في النهايه، هل من الممكن ان تؤثر كورونا سلبا او اصابات كورونا سلبا على المستوى الفني للبطولة؟ لأن أنا شايف أن البداية جيدة. من الوارد يا كابتن، بس لابد أن احنا نحط في اعتبارنا حاجة، أن كل مدير فني وهو بيختار القائمة بتاعته أكيد بيختار، أنت بتختار قائمة المنتخب، ما بتختارش قائمة الفريق. نعم. وبالتالي أنت بتختار أفضل 30 عنصر مثلا أو أفضل 25 عنصر موجود معاك، أن هو يكون متاح معاك. كل مركز لابد أن يكون فيه بديل واتنين، وبالتالي من الممكن ان المستوى الفني يتاثر بشكل او باخر، انما مش بالشكل اللي الناس متخيلاه، لان في حاجات كتير جدا بتطغى في البطولات المجمعه، زي روح اللعيبه والاصرار، وانك عايز تحقق يعني نتيجه ايجابيه لمنتخب بلدك، عايز تصنع فوارق. وبالتالي اعتقد ان لو تأثر مش هيكون التأثر بالشكل الكبير يعني. انما انا عايز، معلش لو تسمح لي، عايز اتكلم في جزئيه ما قيل وما تردد عن مقارنه مصر بكل الافتتاحات اللي حصلت يعني في افريقيا. انا شايف من الافضل لمصر ان احنا نقارنها بالدول الاكثر تنافسيه.
يعني انك تبص للي بينافسك او تبص للمستويات الاعلى، ده يصب في مصلحه مصر ويصب في مصلحه كل من يتقدم من المسؤولين حتى، وانه يفكر في تنظيم مصر اي شيء. انت لابد انك تبص الحاجات المتقدمه والدول المتقدمه عملت ايه او اللي بتنافسك، مش انك تقول ان مفيش وجه مقارنه بين الاثنين. ده رقم واحد. رقم اثنين، افتتاح النهارده لو حطينا في بالنا ان ده افتتاح يليق ببطوله كان كل مسؤول فيها بيحارب عشان اقامتها. صحيح. لانه كان بيحارب مين بقى؟ وكان بيحارب مين بقى؟ ده كان بيحارب الاتحاد الدولي لكره القدم. يعني بيحارب النهارده انفنتينو تم استقباله بسفارات استهجان. طبعا. لا وعربين من القاره كمان طبعا. للاسف مع الرابط. طبعا. فانك تتكلم على دول كانت مصر كان الناس بتتحايل عليها عشان تاخد البطوله. شوف الفرق. انما الكاميرون وطبعا مصر نجحت نجاح منقطع النظير في تنظيم نعم. البطوله. انما انا اقصد ايه؟ اقصد ان دي دوله حتى اللحظات الاخيره مش عارفين اذا كانت هنلعب ولا مش هنلعب. صحيح. فطبيعي ان ده يكون في شيء من الشك للناس اللي بتنظم البطوله نعم. الناس اللي بتنظم الافتتاح. اللي انا شايفه النهارده ده انتصار لافريقيا. اتمنى الانتصار ده من الاتحاد الافريقي انه يكتمل بتعزيز دوره، وانه يقول ان ممثل افريقيا في كاس العالم للانديه وهو النادي الاهلي لابد ان يكون لافريقيا اعتبار، لابد ان يكون اللي حصل الموقف اللي اتاخد في بطوله افريقيا والاصرار على اقامه بطوله افريقيا ان يكون في اصرار ان النادي الاهلي ياخد حقه انه يكون بشكل متساوي مع كل الانديه. انه افريقيا انا الحقيقه مش عارف ازاي، لانه برضو دي نقطه بقى لنا كتير قوي بنتكلم فيها. لا ويبقى السؤال اللي نفسي اساله ولا يعني الاقي اجابه، معلش لو طولت يعني قوي قوي. اتفضل. انا اقصد المهندس هاني ابو ريده تحديدا نعم. يعني كان في تحديدا 4 اجتماعات للمكتب التنفيذي خلال الفتره اللي فاتت، لم يصدر معلومه من المكتب التنفيذي ان ان الملف اتفتح اصلا في كل اجتماعات المكتب التنفيذي. اوكي. او انهم هياخدوه ويروحوا بيه للفيفا اطلاقا بحثا إطلاقا. عن حق افريقيا. وكمان انا شايف الاعلام خلال 48 ساعه اللي فاتوا، الاعلام كله باستثناء قناه الاهلي كله اتكلم على خبر ان في وفد رفيع المستوى هيروح المكتب التنفيذي من الاتحاد الدولي لكره القدم والاتحاد الافريقي لكره القدم، هيروح علشان يفك الاشتباك ما بين كاس العالم الانديه وكاس افريقيا. اولا الوفد الرفيع المستوى لم يراه احد في المكتب التنفيذي، ولم يصدر اي شيء او اي معلومه بتقول ان المكتب التنفيذي تم فتح فيه الموضوع. انا نفسي افهم ليه، ايه السبب؟ السبب هو انك انت بتشتغل لحساب اللي عايز يفضل في الاتحاد الدولي، وهم معربين في القاره اكتر من حد، مش المهندس هاني بس، عايزين يبقوا موجودين بحذاء انفنتينو. الحمايه الاوروبيه خلي بالك واحده من نقاط القوه، ان ايتو قال لهم قد اجمع من القاره من يستلهم انه الدوريات بتاعتكم نبقى في غير حاجه لا واستطيع بنجوم القاره جلب مستثمرين لملاعب وشويه الحاجات اللي بتعيشوا بيها، وتبقى دورياتنا وتبقى بطولات القاره السمراء منافس. صحيح ده عايز سنين، لكن لو وقف النجوم وعملوا ده ممكن يبقى مزعج جدا، كما البلاد يعني اللي بتنمو بيكون التاني مش عايزها تنمو بالبلد يعني. وبالتالي هنا بقى انت النهارده بتقول ده في نفس الوقت اللي في اتجاه اسيا، ولانه البطوله هتكون في الامارات بتلاقي الناس هناك مش عايزه البطوله غير في ابهى يعني صورها، مش عايزه البطوله غير بكل النجوم، مش عايزه البطوله غير وهي تدر ارباح. واذا هنا مربط الفرس، النادي الاهلي دائما وقلت لحضرتك كابتن يقدم النموذج المكروه لاهل المحتوى في مصر. ليه؟ لا هو بيقول الديني ولا معيش وبيبني فروع وبيؤدي في برامجه اللي بيقدمها للناس، وفي نفس ذات الوقت خلاص مشروع بيتكلم عن ربع من كل سنة يظهر فيه إن شاء الله يعني ما يساوي الجمهورية الثانية، زي ما في المدينة الرياضية ما شاء الله اللي هتكون موجودة في العاصمة نعم. الإدارية نعم. يكون الأهلي أضاف كمان منشأة، الكلام عن أيام بتواريخ نعم. وبالتالي هذه الأعمال إذا ضفت ليها أن واحد زي متسبي جاي عشان يعمل تاريخ في القارة، وأنا أعي ما أقول، وبيحاول يحتاط برئيس النادي الأهلي رئيس مازيمبي، الأندية اللي عندها مناجم المواهب والسمعة الدولية، وبالتالي
المشروع ده لازم الوفد رفيع المستوى يكون من أندية القارة الكبرى والسيد متسبي في مواجهة كده زي طاولة يعني للتفاوض كما خيمت يعني السلطان صلاح الدين الأيوبي وريتشارد قلب الأسد في مقر يعني الاتحاد الدولي للتفاوض وإعلان ده للرأي العام. وأعتقد أن سفرات الاستهجان النهاردة هتخلي السيد إنفنتينو يعيد النظر مرات ومرات. ليه؟ لأن دي تجارة صناعة بهجة وصناعة أمن قومي هو لا يقوى على مجابهتها. نتمنى صلاح وماني ورياض محرز نجوم فوق العادة. نطلع نشوف هذا التقرير وبعد هذا التقرير فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل مع أساتذتنا الكبار. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. استاذ عصام ان شاء الله بكره في مباريات مهمه جدا وصعبه جدا في كاس الامم الافريقيه، ولكن مباريات بكره هتعدي وهيجي بعد بكره نلعب مباراه منتخبنا الوطني مع نيجيريا. مع نيجيريا منتخبنا الوطني الحقيقه. طيب قبل ما منتخبنا الوطني اصابات كورونا بشويه قبل منتخبنا الوطني بشويه قبل منتخبنا ما انا لازم اقعد المحطه اللي قبلها. ايوه عارفك انا عارفك على قديم صحيح احنا قدام مع بعض طبعا. لا اصابات كورونا بالنسبه للمنتخب الوطني ابو جبل اعتقد مش مؤثر لانه الشناوي موجود طبعًا. الحضري يعني هل في اصابات اخرى بمعرفتك يعني؟ لا طبعا ما فيش اصابات، بس شوف الحسم في هذه القضيه هو حسم محترف. يعني ايه؟ يعني لما تشوف القرارات المنظمه لعمليه كورونا تتبسط. اللي هينقص منه ناس في كورونا مش هنعطف عليه. العب بما يفيد الاتي. حضرتك مين؟ انا اسلام الشاطر. ده مين؟ خالد الاتربي. ده مين؟ عصام شلتوت. الاستوديو ده موجود هنا عشان انتوا بتستعدوا للبرنامج. اللي هيطلع بره رجاله او يبص من الشباك رجاله ها ويجرى له حاجه ملوش عندنا كلام. ده كلام مهم. فين بقى الناس اللي اتصاب منها ناس بكورونا؟ اصل الكورونا دي مش بلوى يعني هو ابتلاء لكن أيوة بنتكلم عن ناس اكل عيشها يا كابتن اسلام انها تعمل اجراءات احترازيه للعيبه والاداريين. شغلتي احميك من نفسك، تخيل بقى عشان كورونا. لما ما نعملش ده يبقى حضرتك احنا غلطانين على الكره السلام. وبالتالي هيلعبوا بالمتاح بغض النظر عن الاعداد اللي ناقصه. واتصور انه خالد اتربي قال كلام مهم، قال انه المنتخبات غير الانديه، المنتخبات انت اخترت من كل الفرق وبالتالي لديك من اللاعبين نفس النموذج، يعني اكنك بتشتري حاجه براند في منها مقاسك ونفس المقاس تاني اكتر من حاجه، وبالتالي ما عندكش حد بيقع نمر كبيره يعني في النص الا السوبر نجوم، وهم اصلا يعني ما بيكملوش صباعين من اليد الواحده عشان ما نقولش اصابع اليد الواحده. السوبر نجوم، لكن لدينا نجوم. انا براهن على لاعبتنا الحقيقه في كل الاجيال، براهن على لاعبتنا. بالمناسبه يا جماعه معلش عشان انا بكح كده، فناس كتير قالت لي انت عندك كورونا او برد او انا كان عندي برد الثلاث اربع ايام اللي فاتوا او الاسبوع اللي فات، فانا عشان بس الناس عماله تبعت لي، فانا فعلا كان عندي برد وعملت تحليل واثنين وثلاثه وبي سي ار اثنين وثلاثه بسلبي طمنا. الحمد لله طمنا عشان الناس تطمن. وبعدين ما بتتنقلش كمان بالكاميرات يعني بيتفرجوا عليك يعني ما يخافوش يعني هم بس اللي احنا اللي نسال. فبالتالي يا كابتن انا ما عنديش وقت الحقيقه، والمفترض الجمهور ما يبقاش عنده وقت الا لانه يعرفها كخبر انه يا عيني ده فلان جاله كورونا. المنتخب مش الشخص يعني لا جاله كورونا خلاص هو وشأنه بقى، يبقى نعرف نحاسبه كويس قوي ليه جاله كورونا يعني زي بالظبط اما ياثر في اللعب. حضرتك اللي جاله كورونا ده يتحاسب طبعا. نعم. والا لم تصدر انا اسف خالد والا لم تصدر نظريه هتلعب لو ب 12 لاعب. هو بيتاخد يعني الاتحاد الافريقي عامله كده وكل الجهات عاملها كده والفيفا عامله كده. هو انت هتلعب هتلعب انت في اجراءات لابد انك تعملها. هم حاطين مبدا اللي يصاب عنده خمسه او سته او سبعه انه ده ان هو اهمل في الاجراءات الاحترازيه. ولو انا شايف حاجه عكس كده تماما يا كابتن، يعني مش كل في ناس كتير جدا بتبقى واخده لقاح وتبقى واخده اقصى الاحتياطات وبرضه بتصاب بكورونا. مش يعني هيبقى اربعه وخمسه لا يعني طب هيبقى لعيب. طب انا كنت طب النادي الاهلي معلش اقول لك حاجه بس اللقاح
بيقلل من ضراوتها بالظبط من ضراوه الكورونا. يعني بدل ما تقعد اسبوع هتقعد 3-4 ايام مثلا. يعني انا بقول اللي انا سمعته من اصدقاء ليا كانوا واخدين الفاكسين وجات لهم. اتفضل. شايف ان هو الموضوع بعيد شويه عن فكره الاهمال. النادي الاهلي اعلن النهارده خمسه مصابين بكورونا وكان ثلاث لعيبه ثانيه. لا بس هناك فرق، هناك بالزبط. فرق بين وانت بتستعد لبطوله في بالونه وبين لعيبه الاهلي ما اهملوش. الناس كانوا في اجازه بقى، مش هي يعني مش هيمارس نفس نقطة. ثم هو مش داخل يا خالد على المباريات، انما انت رايح بطوله يا راجل. ده كلام يا جميل طبعا، بس احنا وغيرنا احنا وغيرنا. في نقطه كنت بتكلم فيها مع كابتن سالم حفيظ وهو يعني طبعا انا قايل له ان اتكلم في الموضوع ده. في نقطه فكره كنت بساله، انتوا هتطلبوا تاجيل مباراه الجونه بعد اللي حصل ده؟ قال لك لا، هو السؤال الاوقع او اللي احنا ممكن نساله، احنا النادي الاهلي بنعمل كل 10 ايام اقصى حد بنعمل مسحات كورونا، هل كل انديه الدوري بتعمل ده؟ لا كده دي مصيبه. لا طبعا قصه ثانيه ما بتعملش. وفي افتراض وموجود ان طالما ما فيش حتى بي سي ار، طالما ما فيش حتى رابد تيست حتى بيتعمل، في افتراض ان يكون في لعيبه بتلعب لانه خلاص ما بقاش في اعراض يا كابتن. يبقى 60-70% تحس ان هو موجود، ما بقاش في اعراض، وبالتالي لابد من اعاره النظر في الجزئيه دي، انك تعمل اي اجراء يبين لك. لان تخيل لو فريق مثلا زي النادي الاهلي رايح يلعب كاس العالم للانديه، نعم. بيلعب مباراه كاس الرابطه، ومن الممكن هو يواجه لعيبه عندها كورونا. عندها صحيح. كورونا. تخيل من الممكن انك تلاقي قبل السفر. عشان كده قلت لكم ما تمدوش على بياض للربط، هناك الكثير من الاعمال. لابد ان ده يكون في اعاده نظر. على فكره ده لازم. الرابطه منفتحه على كل الطلبات، بمعنى ان حضرتك ممكن تطلب فكره حلوه على فكره، ما احنا ممكن نقولها لازم ونشوف الرابطه هل من الممكن ان هي تحقق مثل هذا الامر، لانه كلام منطقي الحقيقه من الكابتن سيد. يعني هو ليه النادي الاهلي اكتشف العرض ده؟ نعم. يعني اكتشفوا ازاي؟ شغال على الويب عشان شغال كل 10 ايام. ده في الاهلي، لا ده الاهلي بيعمل خطوتين بعد الرجوع من الاجازه. بعد الرجوع من الاجازه الخطوه الاولى ان اللعيبه بتدخل على مجموعات مصغره للتراك، يعملوا حاجه زي الرابيد تيست. بس انا مش جايب واحده وانت جاي من الاجازه، انا مش عارف الاسم ايه بالظبط. بيتعمل لو النتيجه الافتراك، لو النتيجه فيها شك بيروح يعمل المسحه بره، ما بتدخلش النادي. لو النتيجه تمام بيدخل جوه النادي يعمل مسح. فبالتالي انت بتقوم باجراءات مشدده جدا، بتعرف تحدد مين اللي عنده كورونا. فعشان كده الناس تشوف الرقم 5، ما هو 5 ده انا اكتشفته علشان انا بعمل اختبارين مش اختبار واحد. وجاي من انا عايز برضه كل الانديه تقول لي كده ايه اللي عمل كده. على فكرة ويعلنوا ده. ما كل الانديه هترد عليك، عارف يقول لك ايه؟ والله اصل انا معيش فلوس ان انا اعمل كل ده، النادي الاهلي معاه فلوس. كارثه. لا ما هو ده اللي الاستاذ عصام اتكلم فيه في الاول بقى. ما ده اللي بقوله لحضرتك. النادي الاهلي بيعمل دايما الموضوع بعيدا عن مش بعيدا عن يعني هو ممشي الامور الفتره اللي فاتت في ظل جائحه باحترافيه شديده. بس دي تمشي في كل المناحي الا انك انت مش بتلعبش لوحدك. انت بتلعب قصاد فرقه. ما تعرفش الفرقه دي فيها كام حاله كورونا. انت ممكن مثلا تبقى بعد كده تعزم ناس على بي سي ار، يعني يقول لك انا عازم ناس على بي سي ار. يا جماعه لازم الرابطه تتحرك بجد في نشاط احسن من كده، ولازم الاخ احمد دياب ما يزعلش. كلنا قلنا له هنساعد وهنعمل، لازم ننفتح شويه عن كده كابتن، ويبقى في معامل يا اخي. ده ينفع اعلان يا كابتن انه تجيب المعمل ده اعلان عشان يبقى بي سي ار بي سي ار بي سي ار. المفروض ده يعملوه، يعني مش كل واحد بيكلمه يزعل ويتقمص ويقول لك احنا ما لو تعرفوا احنا بنعمل ايه. نفسي بقى اسمع ان بقى ليهم مخصصات عشان الوقت اللي بيهدروه، نفسي اسمع انه جابوا مسوقين عشان العود لما تخلص يراجعوها تاني. يعني ده طموحنا، ده طموح يا عم احفادنا طبعا. يعني مش معقول بقى نستنى اكتر من كده. بس هو يعني كان الطموح مثلا 100% في حاجات كتير حضرتك بتقولها وحاجات قبل كده ما حصلتش بس حصلت، فده معناه ان احنا في تقدم، ان في شغل. كابتن اسلام يعني بيحبهم، فانا برضو والله بحبهم. يعني عملوا طبعا عملوا، بس في حاجات صراحة. في حاجات يا كابتن، في حاجات يا كابتن. انا ما بحبش كابتن عصام، في حاجات يا كابتن لما تيجي تعملها. هو انا ما بحبش كابتن عصام فتاح الشخص ولا الحكم؟ ايوه بالظبط كده، بس بالظبط كده. ما ده اللي انا عايز اوصله لك، الشخص ولا الحكم. فانا الحقيقه اللي انا شايفه لا، ان في انا على الاقل يا استاذ عصام لما ببقى قاعد على قدام التلفزيون وبتفرج على الماتشات الدوري العام
الفتره اللي فاتت يعني اللي هم 7-8 اسابيع اللي فاتوا دول منذ ان الرابطه كانت هي اللي مسكت البتاع، انا ببقى مبسوط، ببقى مبسوط احسن من السنه من الشكل من الشكل الحمد لله طبعا. الحمد لله. حضرتك ما بتبقاش مبسوط ولا لا؟ الحقيقه انا لسه بشوف الناس بتتخانق ولسه ما شفتش يعني لسه ما راحوش كيدز كده محل كبير يشتروا عربيه تاخد الكره تنزلها الملعب ولا الحاجات اللي بتتعمل لو عندنا نهائي. حلوه الافكار دي نقولها يا عم، الحاجات دي عايزه ورشتين وناس نتفق معاها. يلا بينا نعمل، انا بقربها لك اهو للاسهل. لكن الناس طول الوقت محمله انها مهما عملنا لكم ما بيتمرش فيكم. لا لا لا، ما حدش قال كده، بالعكس. ولا حضرتك ايه، انا كان معايا النائب احمد دياب من اسبوع 4-5 ايام، واجهت له يوم واجهت له كل الانتقادات اللي اتقالت، والراجل اتكلم في منتهى وناس دخلت وانتقدت. لا انا طبعا بتقبل، انا مش بقول ما بتقبلوش، انا بقول لك عايزينهم ينقلوا بقى على خانه الفعل خلاص. أوكي. في حاجات تتعمل مره واحده، احنا مع بعض مش خطوه كده خطوه صح. كده مش خطوة احنا عايزين خطوة. بقى ايه، احنا خلاص وصلنا ان احنا اتكلمنا كويس عن التلفزيون وعن كذا وعن أيوة. كذا وعن كذا أيوة. عايزين بقى ما بعد. الله عليك. القادم هو ده قصدك، عايزه بقى ما يخافش لو جاب مخرجين برتغال، عايزه يروح يقعد مع السيد حسين زين اللي اول ما قالوا يلا بينا طلع لهم كل الكاميرات، ويطلعوا الكاميرات اللي اتعمل بيها 2019 اللي الناس بتقلع عشان عهده وممكن لو حصل لها حاجه، عايزه بقى ما يقلقش ويروح يعمل حلمنا انه يجيب خريجين التربيه كده. الرياضيه ياخدوا في اكاديميه ناصر للعلوم العسكريه 3 شهور يعني دراسه، فيبقوا هم الامن زي اوروبا كده، ونبدا بقى ما يبقاش فيه الا البوليس لو احتاجنا رائعة. البوليس افكار رائعه، عايزه يومين تنفيذ بالظبط، يومين افكار رائعه، مش شهرين ولا سنتين ولا اسبوعين، يومين تنفيذ ناخد رائعة. قرار بس. منتخب مصر هيعمل ايه يوم الثلاثاء؟ يفترض انه ان شاء الله يكسب او يتعادل في اقل أصعب. تقدير خالد مين مباراه صعبه؟ نعم مباراه صعبه صعبه، خاصه البدايات دايما بتبقى صعبه. ايوه انما انت اكيد عندك عناصر قادره ان هي تكسب، عندك احسن لاعب في العالم دلوقتي لو اكيد احنا منتظرين يعني الملاعب شكلها حلو. انا ما اعرفش بصراحه، سنة افريقيا يعني بنشوف شكل حلو لكن لما بتنزل الملعب بتلاقي حاجه، بس أفضل شكل الملعب حلو افضل بكتير طبعا. أفضل لان بتيجي أفضل شركات عالميه تعملها طبعا، وافضل من السنين اللي فاتت قبل كده. مزبوط. انما لو بصينا على العناصر الموجوده، طبعا عناصر منتخب نيجيريا ما حدش يقدر يقول لا، بس اعتقد كمان ان هم فقدوا عنصرين او ثلاثه مهمين. مهمين جدا مهمين. انما انت قادر على انك تكسب، بس اتمنى كيروش يخيب ظني فيه. أتمنى. يا رب. أتمنى. أنا أتمنى إن أتمنى إن أتمنى أتمنى أقول أنا غلطان، أنا الحالات دي بكون كويس فيها قوي. أنا أقول أنا غلطان، أنا غلطان. نتمنى أنا أحلها لك بقى، نتمنى إن لاعبتنا تقهر المنافس كرويا يعني وكيروش بمعنى منتخب يقوده محمد صلاح والذين معه بجد يعني هو قادر. يا عم ده لو بنلعب كده زي زمان رجاله 5-5 الرجاله بتبقى حافظه بعض، واعتقد ان لعبتنا عندها النضج ده. طبعا ما فيش حاجه اسمها ما فيش كوتش، انا ما اقصدش طبعا. يعني يطوروا الاداء برجوله ينتظرها منهم المصريين اللي عشامهم في منتخبنا كبير، لانه دلوقتي في برنامج مثلا لو مثلا نادي كانون هناك قاعدين زي النادي الاهلي له قناه، هتلاقي بتوع النيجيريا بيقولوا يا ويلنا سنلعب مع مصر، مش دايما احنا اللي نقول يا ويلنا سنلعب مع فلان، عايزين الناس هي اللي تقول يا ويلنا سنلعب مع مصر. ان شاء الله ده كل اللي انا منتظره من كتيبه لعبتنا، عمرنا ما خذلتنا ابدا فرق مصريه يا كابتن. وصلاح يبذل المجهود اللي احنا منتظرينه منه يا رب ان شاء الله. وده اللي نشوفه يوم الثلاثاء القادم. شرفت ونورت، احنا مع بعض كتير اليومين اللي يلا بينا دول. يلا بينا. شرفت ونورت يا استاذ عصام، كل سنه وانت طيب. طيب وجمهور يعني قناه الاهلي وجمهور مصر، والكيمياء لما بتبقى حلوه ومساحه فيها راي زي ما حضرتك قلت دايما. بيبقى فعلا كلام مثمر بجد. شكرا لك يا استاذ عصام، شرف لينا وجود حضرتك معانا دائما. ايضا استاذ خالد الثيبر بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لك معانا. هطلع فاصل، وبعد هذا فاصل توقع من هو مهاجم منتخبنا الوطني في مباراة يوم الثلاثاء القادم مع كريم سعيد وأحمد ثابت بعد هذا الفاصل.